تنادي على السي الهلالي تنادي على السي بقى شكرا سيري كذلك غادي يقدم مسعفين ديالنا الحاضرين معنا صور تذكارية كتوثق هاد اللحظات بطبيعة الحال اللي كنعيشوها مجموعين هنا بحي سيدي بن قاسم حسن قدركم محمد بن عمر فالتحى موافق للعدة سلمين السيقة ديالكم نائبة رئيس مكلفة الشؤون الاجتماعية بجماعة تلوذنتر بن عمر يبصم على مسار متميز بغض النظر على المسار الكروي ديالو بطبيعة الحال جائزة أحسن لاعب بن عمر محمد إذا شكرا بن عمر وشكرا سيدي نائبة خياطة رشيدة حصية ديفيا بالرسم الأشهر إذن هذه نادي على السيدة المستشارة سيدة خلوفي بطل الزهراء اللي غتقدم لي جائزة تحصيقات ديالكم أجواء فريدة من نوعها كنعيشها معكم اليوم في خضم هذا النهائي والتتويج ديال بطبيعة الحال من بعد جائزة أحسن لاعب وجائزة أحسن هداف أي الحضور الكريم غادي ندوزو لجائزة أحسن حارس المهم خالد لبس على مسار متميز فعاليات هذا الدوري الرمضاني غادي يسلم له الجائزة ديالو السيد الكاتب بجماعة تارودانت كاتب مجلس السيد رشيد فنان تحصيقات ديالكم من بعد جائزة أحسن لاعب إذن حكم المسار المتميز يسمح لي فريق الإلكترونيات رغم البارك النادي تحصيل ديالكم على إبراهيم المداوي رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات التعبيرة باش يقدم لي جائزة فريق المثالي رسم الدورة السابعة الدوري المهني كذلك غادي يسلموا واحد ميدالية أنا على هذه المقابلة صراحة مشكور ناظم البار شكرا لك على طبيعة الحال حضور ديالك وعلى المساندين ونجاح المساندين فريق جمعية الوحدة اللي حتى المرتبة الثالثة فعاليات هذا الدور الرمضاني في النسخة ديال السابعة غادي نادي باش يقدم لهم جائزة الأستاذ خالد السرتي التحق بنا عضو غرفة التجارة تحصيقات ديالكم مرة أخرى السرتي هكا كبار شكرا لممثلي جمعية الوحدة وشكرا للأستاذ خالد السرتي على الحضور ديالهم معنا اليوم في إكرام فعالية النهائية
مسار متميز عطور جمعية طبيعة الحال مسار متميز. نلغي من الجميع أنه يتوقع على أن حصل المرتبة الثانية في الدوري الرمضاني في النسخة ديال السابعة، وكان نادي على ممثل شركة كوباك سي عباسي هو اللي غادي يقدم اليوم دورة التحقيقات ديالكم. صراحة جميل اللي كنعيشو اليوم معكم هنا بحي سيدي بلقاس جماعة الرودات، هذه الأجواء الرائعة بطبيعة الحال، وهذا مشوار متميز لجمعية مهني الهاتف النقال من خلال المباريات اللي صراحة استمتعنا وإياكم بها، مردود كبير اللي قدموه أسماء وكذلك مواهب من مدينة الرودات اللي كنفتخروا بها نحن كساكنة بطبيعة الحال. كنشدوا الأيادي ديالها وكنقول لكم شكرا على الأداء ديالكم متميز، وحنا معكم هنا شكرا بطبيعة الحال مهني الحرفيين مدينة الرودات. المرتبة الثانية اللي حصلت عليها جمعية مهني الهاتف النقال في هذا الدوري الرمضاني بعد مجهود وعطاء كبير. لا ويا تقول انا حيد ليك رغم الخساره اللي هي امر وارد في كره عالم كره القدم، فالاداء المشرف اللي قدمته لنا كنشكركم من خلاله. كنشكروا كذلك الاستاذ عباسي اللي قدم لهم الجائزه، غادي نحاول ناخذ صور تذكاريه ليحتل المرتبه الثانيه بعد الدوري الرمضاني في النسخه السابعه ديالو اللي كانوا ضمن الفضاء المهني الفضاء المغربي للمهنيين. إذن شكرا لجمعية مهني الهاتف النقال على الحضور ديالكم والأداء ديالكم جيد بطبيعة الحال. إذن الفضاء المغربي المهني مسار تميز نتائج كبيرة أسماء لامعة واليوم أتت معنا هذا الفضاء. أمين السلام أخوي أمين الله يحفظك. إذن الحضور الكريم سيدة والسادة الفضاء المغربي المهني أسماء ديال الحضرة معنا كذلك الممثلين ديالهم، فكالنادي سيداتي سادتي على السيد النائب الثاني جماعة الرودات السيد النائب المكلف بقطع الرياضة تحسيقا ديالكم السيد علي الحسن واللي غادي يقدم لهم ميداليات طبيعة الحال كأس ديال تونس فهذا الدوري. قبل ما ننسوا جنود الخفاء اللي مساهمين في انجاح هذه الدوره بطبيعه الحال، مجموعه من الشخصيات كتساهم اجل انجاح هذا العرس الرياضي اللي كتشهدوا مدينه الرودات واللي كيصهر ديال الفضاء المغربي المهنيين نسخة سابعة نسخة ناجحة بطبيعة الحال على غرار باقي النسخ السابقة واللي شهدت نفس التألق والتميز، لكن هذه السنة رغم الانقطاع اللي دام سنتين اليوم كنوصلوا معكم الشغف كنوصلوا معكم الاستمتاع بعالم كرة القدم. مجموعة ديال الأسماء مدينة الرودات جات اليوم مؤتة الفضاء حضور كبير اللي كان معنا اليوم هنا عجمان سيدي بلقاس عجمان 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 هذه المدة اللي عشنا فيها أكثر من 50 مقابلة ملعبين باب الحجر وسيدي بلقاس بمدينة الرودات، أجواء احتفالية بطبيعة الحال كنعيشوها مجموعين، مجموعة ديال الأطوار عشناها وإياكم منذ بداية النهائي، مجموعة من الشخصيات حضرت معنا وأبات أنها تنجح هذا الدوري في النسخة ديال السابعة. حنا بقى لنا لحظات قليلة ونختموا هذا العرس الرياضي لحظة التتويج بطبيعة الحال. عيطة عثمان عثمان جميل من الصحة التي نعيشها هنا بمدينة الرودات لحظة التتويج بطبيعة الحال.
شكرا لكم. الموعد ديالنا ان شاء الله سنه قادمه ان شاء الله. شكرا.